بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام نجدد التحية مع انطلاقة شوط المهجنات الأصايل لقايا أبناء القبائل. حضرت الشعارات، حضروا العمالقة بأول الأشواط. محمد بن سالم بن عامر العامري قدم حور بأحسن المستوى، 6:22 لمسافة 4 كيلومترات. أما شوط المهجنات، أعلن الانطلاقة مدير اللجنة المنظمة لميدان الساد محمد بن سهيل بن وديم العامري، له جزيل الشكر والاحترام على هذه الجهود المتواصلة. يظهر هذا السباق بأحسن صورة مميزة. يا سلام، نتمنى التوفيق للجميع ونسير وياكم إلى مقدمة الشوط. هذه مغذية حمد بن ناصر النعيمي من أعلى انطلاقة مغذية على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني هم كردوس بن محمد بن سالم العامري من يقدم همه في المركز الثاني. وفي المركز الثالث وصلكم بن شيرة، وصل المهاجم بجبارة مبارك بن محمد بن جير العامري، هاجم المضمرين وصل وقدم جبارة، قدم السلالة الهملولية. إذا وصلنا المركز الرابع، نجد في المركز الرابع الهائلة حمد بن سهيل بن خميس الشامسي من يقدم الهائلة على مستوى المركز الرابع. وين الخامسة؟ الخامسة مشاهدينا الكرام، الوصول في هذه اللحظات، القدوم من نصيبة متعب بن حمد بن متعب العامري من يقدم نصيبة في المركز الخامس. والمركز السادس وصل بن مرخان وصلت انتصار مشاهدين الكرام. المملوك لسيف بن جعفر بن مرخان من حطم التوقيت بيوم الأمس بنقد في سن الحقائق، اليوم يقدم انتصار، يقدم الجديد، يقدم كل ما فيه الكفاية، يحضر في أشواط الرموز. شعار بن مرخان المعروف لكافة أهالي الهجن على ساحة الخليجية، شعار سيف بن جعفر بن مرخان. نتمنى التوفيق للجميع، وكما ذكرت الشعارات حاضرة. شرفنا إلى شارة زايد الكبرى، طيب الله ثراه. واليوم يوم الاستعداد قبل النهائي لهذه المنافسة. وغير بن كردوس غيرت همة، شدت الهمة عند منتصف المداء وقادت المسيرة. كردوس بن محمد بن سالم العامري، أهالي الخالدية ينتظرون السلام المميز من هذا الشعار، وهم تعودوا على السلامات، تعودوا على الانتصارات. أما النعيمي جنبا بجنب يطلق السلالة المميزة ويقدم مشاهدينا الكرام في هذا الشوط مغذية حمد بن ناصر النعيمي برفقة همة موقعها المركز الثاني. بنشوف الثالثة لأن في مدى في مسافة. المركز الثالث جبارة المبارك بن محمد بن شيره العامري وبجوار جبارة. الله ينجاز. وصل محمد بن عبد الله بن بدر العامري، مرحبا يا أبو بدر ومرحبا بالجميع. هذه ينجاز محمد بن عبد الله بن بدر العامري. يا سلام نبغي سلامات في إشارة زايد الكبرى. سلام بوابة 11 سلام، وبإذن الله تعالى السلام بيجي السلام وبيجي الانتصار وبين الرموز. المركز الخامس الهائل، الخامسة الهائلة نعم، مع الشامسي ممثل الساد حافظ.
الحاضر متعب بن حمد بن متعب في المركز السادس ويقدم اللي هي نصيبة. نعود إلى مقدمة الشوط. يلا يا بن كردوس. زاير أهالي الساد. لكن الزيارة اليوم ما بقتها يا بن كردوس. وانت كفو. وأيضا تمتلك سلالات مميزة. بن بدر وصل. انجاز. يا ويلي من انجاز لمحمد بن عبد الله بن بدر. إذا حرك الآلي عليها بايستوين عروض سيارات وسجل حافل بالانتصارات. لكن بن كردوس هم كردوس بن محمد بن كردوس مسيطرة على المركز الأول. انجاز لمحمد بن عبد الله بن بدر. ترفع راية الخطورة. تبغي السلام ما يروح من الساد. وتحركت انجاز. يا سلام، قلت لك يا بن كردوس ما بيوم يوم الزيارة، أنه اليوم يوم استعداد. أهالي بوابة 11 ما يتقاربون. نار شابة. تهانينا والناموس لمحمد بن عبد الله بن بدر العامري. الله 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 الله، مضمر مليح. العديد والعديد من الأصايل يمتلك هذا الرجل محمد بن عبد الله بن بدر العامري. يعبر عبور الكرام بينجاز بأول أشواط المهجنات الأصايل. تهانينا والناموس لمحمد بن عبد الله بن بدر العامري ولكافة انجالة على فوز انجاز بالمركز الأول. وانجاز بإذن الله تعالى سوف تأتي بالانجاز في شارة زايد الكبرى وتنتزع رمزا من رموز. والتهاني لمحمد بن عبد الله بن بدر العامري على فوز انجاز بشوط المهجنات الأصايل. تصل إلى خط النهاية معلنة الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لمحمد بن عبد الله بن بدر العامري على فوز انجاز. المركز الثاني لكردوس بن محمد بن سالم العامري، قدمت كل ما في الكفاية. المركز الثالث، وين الثالثة؟ الثالثة مشاهدينا الكرام 11 ود صغير بن ناصر بن صغير المنصوري. الرابعة حمد بن ناصر النعيمي. الخامسة محمد بن سعيد بالكيلة. السادس لمتعب بن حمد بن متعب. التوقيت 6:25. تهانينا والناموس لمحمد بن عبد الله بن بدر العامري على فوز انجاز بالمركز الأول بشوط المهجنات الأصايل.